طبعا الحمد لله دي السنه السابعه لوالدي، وهو كان بيحب يجمع الناس كلها، ودي بحاول لقدر الامكان انا اعملها. النهارده الحمد لله في النهارده كل رموز التحكيم اللي موجودين والغير موجودين اعتذروا، تلاقي النهارده اول تجمع الكابتن عصام فتاح مع كابتن جمال غندور، حكام النهارده الحنفي البنا معروف، امين عمر، احمد حسام، احمد وريلا، الدجيش فاهم، هقول لك اسامي كتيره، حمدي شعبان. هو كان بيحب يجمع كل الناس عشان ما يبقاش في مشاكل. معظم الناس اللي بيبقوا موجودين هنا بعد كده بيتصالحوا الحمد لله. كابتن محمود عثمان، كفايه انك تقول محمود عثمان وتشوف قد ايه الناس كلها هتجتمع على حبه. راجل الحقيقه الله يرحمه، راجل كان جميل، وهفضل اقول الكلام دوت، ما عندوش خلافات مع حد، ما عندوش خصومات مع حد، بيسعى لخدمة الناس مليون في المية. هو قال السر ده وأنا هفضل أقوله كل مرة، هو رضا والدته عليه وخدمته لوالدته الله يرحمها قبل ما تتوفى، وعادوا تحت رجليها زي ما هو كان بيقول، ده اللي كان محبب الناس كلها فيه. فالله يرحمه ويحسن إليه. دايما تشوف الناس اللي موجودة النهاردة كلها جايين من آخر الدنيا، أنا جاي من آخر الدنيا، كل واحد جاي من آخر الدنيا، عشان هذا اليوم بالنسبة لنا أصبح يوم أساسي، يمكن يوم بيجمع حكام الكرة اللي هم طول عمرهم بيتخانقوا مع بعض، لكن في اليوم ده بيبقوا موجودين بيجمعهم. دايما كده يا رب ان شاء الله نحتفل بهذا اليوم السنة اللي جاية كلها ان شاء الله. طبعا ربنا يرحمه رب كابتن محمود، واحد من الشخصيات الجميلة جدا اللي يتعامل معايا يعني يحبه جدا الله يرحمه. كابتن سمير يعني زميلنا وراجل محترم وخلوق جدا جدا، و يعني الواحد في اليوم ده بيترحم عليه وعلى شخصيته، وعلى يعني كلهم معظمهم حكام ان كان كبار او صغيرين، الناس كلها جايه يعني تفتكره في 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 في, في اليوم ذكراه، ومجموعه من الاصدقاء موجودين يعني. ودي حاجه كويسه من كابتن سمير والله انه يجمع الناس في يوم زي ده، افتكر كابتن محمود. واتمنى كل والله واحد كده برضه ليه حاجه في الكوره المصريه برضو يبقى ليه يوم الناس تتجمع حواليه والناس تشوف بعض والناس تتكلم على ايام ما كان موجود، يعني حاجات كويسه طبعا. يعني محمود عثمان من الناس المحترمه في مجال الرياضه اللي احنا عمرنا ما نقدر ننساها، وزي ما انت شايف يعني الناس كلها التجمع حاجه محترمه، مش بس حكام، لا مجال الكوره ومجال مجالات اخرى، فهو ده التجمع، وهي دي الروح الرياضيه اللي بيننا كاسره رياضيه، اللي احنا نبقى متواجدين في اي حاجه محترمه بنحتاج كلنا بعض. فالنهارده الذكرى السابعه كلنا يعني بنقول رحمه الله على الكابتن محمود عثمان، من الناس المحترمه، من الناس اللي احنا دايما فاكرينها بالسيره الطيبه. وانا دايما اقول السيره المحترمه والسيره الطيبه دي اللي بتبقى فاضله مع الانسان، فربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه. وطبعا يعني وجودي النهارده للكابتن محمود، يعني كابتن سمير عثمان، من الاشخاص المحترمين واللي تربطني بيه علاقه شخصيه وصداقه، فالنهارده بنقول له ربنا يرحم الوالد، ودايما فاكرينه بالسيره الطيبه دايما يا رب ان شاء الله. الكابتن محمود عثمان كان واحد من رموز التحكيم، مش بس في مصر بل في الوطن العربي والافريقي كله. هو كان على المستوى الشخصي كان اب للحكام المصريين كلهم. تقابلت بيه، ما كانش ليه فرصة كبيرة ان انا اتقابل بالكابتن محمود عثمان عدد كتير، لكن كان في كل مرة اقابله فيها كانت بتكون اضافة ليا بنصايحه اللي كان بيدهاني دايما في بداية التحكيم، خاصة التحكيم الدولي. انا سعيد النهاردة ان انا متواجد في يوم تقابين الكابتن محمود عثمان، وبدعوة كريمة من الكابتن سمير، وبندعو كلنا ربنا سبحانه وتعالى انه يرحمه ويتغمده بفسيح جناته باذن الله. احنا متعودين كل سنه من بعد وفاه طبعا كابتن محمود، طبعا الاب الروحي لينا للتحكيم وللحكام جميعا في مصر ويعتبر في الوطن العربي، الشخصيه اللي احنا اتعلمنا منها كتير في عالم التحكيم وفي عالم الاداره الرياضيه. وطبعا الكابتن سمير بيجي طبعا بعد الكابتن محمود بيكمل المسيره، فطبعا بما اننا من اسره التحكيم وجودنا النهارده طبعا لنحيي الذكرى بتاعت الكابتن محمود، وبالمره بنتجمع طبعا مع كوكبه من الرياضيين في عالم كره القدم وفي التحكيم، يوم طبعا بيبقى كويس بوجود الكباتن الكبار، وبيبقى يعني ذكرى كويسه بنحييها يعني. الكابتن محمود عثمان كان طيب جدا، بيسعى دايما للخير زي ما قلت لحضرتك. اهم المواقف ان انا في سنه من السنين قلت له يا كابتن محمود، كنا لسه حكام درجه ثالثه، قلت له يا كابتن محمود بكره القائمه الدوليه في مصر في الحكام هيبقى نصها من نادي طلعت حرب،
وفعلا القائمه الدوليه كان نصها من قطعه حرب، ان احنا كنا لعيبه كوره ولعبنا وصلنا درجه اولى، والنادي ده كان معقل للحكام. كنا بنشوف العمالقه كلها، مصطفى كان محمود، كابتن محمد حسام، كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز، كل نجوم التحكيم كنا بنشوفهم عند الكابتن محمود واحنا صغيرين، فكلنا كنا عايزين نبقى حكام.